أول انطباع عن يحيى أنه إنسان جاد جدا، شخصية جادة جدا. أتمنى على يحيى أن يبتسم لأنه كثير التكشير يجعلك متوجسا عندما تقترب منه. هو يظهر أنه جاد جدا لكن هو طيب جدا، روحه روح طفل صغير ممكن أن تجرحه نسمة هواء. يقترب من الأطفال في براءته، لا يجيد استخدام الكمبيوتر والإنترنت تماما مثل عبد المنعم حين لا يجيد اللغة الإنجليزية. يضع قليلا من شيئا ما حدودا بينه وبين الناس. شعر يحيى وهاس من طبقة رفيعة لأنه متمكن من أدواته الفنية وصوره قريبة وألفاظه مفهومة، وهذا يجعله شاعرا جماهيريا. يميز شعر يحيى وهاس الاقتباسات والتناسق مع القرآن الكريم والقصص التي وردت فيه، يعني شيء جميل. شعر يحيى شعر جزل قوي، لكن ما يؤخذ عليه أنه قليل التحديث في القصيدة. ألا يكون لقصائده لون واحد من ناحية الاقتباسات القرآنية والأسطورية. أتمنى عليه أن يقرأ البردوني، الشاعر اليمني ودرويش. يعني أنت في الأربعين وعندك 10 أولاد، إن شاء الله عندما تصل إلى 60 ماذا تنتظر؟ تقيم جمهورية جديدة؟ مرحبا من جديد. إذن يحيى وهاس من اليمن، جاد جدا وكثير التكشيرة كما يقولون، لكن في جوفك طفل صغير وتجرح من نسمة هواء، هذا ما لاحظه عليك الزملاء. وأيضا قالوا بأنك شاعر متمكن ولكن شعرك يلامس الناس، ليس فقط النخبة، يعني يلامس الجميع، أنك تبسط أحيانا، ربما هذه ميزة في الشاعر. وما حكاية الجمهورية؟ 10 أولاد ما شاء الله، الله يزيد ويبارك. يعني أولا مسألة التكشيرة، كيف أكون مكشرا وأنا من اليمن السعيد؟ عظيم. وأعدكم من هذه الليلة أن أطلق التكشيرة إلى الأبد، فمن دخل أبو ظبي لا يسعه إلا أن يكون مبتسما. رائع. يحيى قلت لي ونحن جوا بالكواليس إنه في بيتين من الشعر بدك تقولهم قبل القصيدة، رح أتركك مع الجمهور ومع الكاميرا تقول هالبيتين من الشعر وبنسمع بعد قصيدتك، وبالتوفيق يا يحيى. أسلم. شكرا. شكرا. إذا شئت أن ترنو إلى وجه زايد وتقرأ في عينيه فانظر محمدا، وما شاد تمثالا له كيف يا ترى، وتمثاله في كل قلب تشيدا. شكرا. السلام عليكم ورحمة الله. في غيابة الصمت جاء فردا به تليق الفرادة، جاء فردا به تليق الفرادة، شاعر ضم في الحنايا بلاده، كان يغشى القوافي البكر ليلا ويدلي صباحها في هواده، كان ينوي يريد شيئا ولكن رهبة البوح قد أضاعت مراده. كان ينوي يريد شيئا ولكن رهبة البوح قد أضاعت مراده، في غيابات صمته والسدوه وهو من كانت الثريا وساده. جاء فردا يسابق الريح يعلو صهوة الضاد، من سيثني جواده، يرهب الناس طارئات الليالي لا يبالي بهن، أصبحن عادة،
رضع البأس من ضروع الفيافي ابن ذات العماد، طوى عماده، خط آي الكفاح في كل ريع بدم الصخر كان يسقي مداده. يا فراديس أرض بلقيس، يا فراديس أرض بلقيس عودي، لقن الشمس مفردات الشمس راية الشموخ، وضمي شاعرا ضم في الحنايا بلاده. وشكرا. مساء الخير يا يحيى. يا مساء النور. في غيابة الصمت، أنا هذا العنوان أراه شعريا لأنه مخادع للمتلقي بما فيه من مكر إبداعي، لأن غيابة الصمت تطوي في ضميرها أصواتا متقاطعة متجاوبة متصادية، لأنها في النهاية أصوات شعب بأجمعه بكل طوائفه وهواجسه وبكل آماله وآلامه. سمة الصمت تشبه العدم، تحيل في حقيقتها على الصوت، والصوت يحيل على الذبذبة والنبض والحركة، والحركة تحيل على العنفوان والحيوية، والحيوية تحيل على التطلع والأمل والخير وحب البقاء، فهي سمة حاضرة تدل على شبكة من السمات الغائبة، وفيهن يمثل التكثيف الشعري الجميل. النص الذي أنشدتناه عبق بالسعتر اليمني، ومعطر ببنه وشيحه وعراره وثمامه، وممتد بين تعزه وصنعائه. إنك شاعر كبير. شكرا. شكرا شكرا. كل شاعر يضع في الحنايا بلاده، وأنت تضع بلادك في موقعها الصحيح، لكنك أيها المتفرد تضع نفسك بين مقتلين، بين رهبة البوح وغيابة الصمت، ثم تمعن في الفخر، فأنت تتحدث عن نفسك باعتبارك رضع البأس من ضروع الفيافي، خط آية الكفاح، من سيثني جواده. شيء من التناقض بين هذين الأمرين. تقول، وهذا ما أود أن ألفت نظرك إليه، يا فراديس أرض بلقيس عودي، لقن الشمس مفردات الشهادة. أخشى كثيرا من التغني بمفردات الشهادة وعشق الموت الانتحاري، بينما تنتظرون الحياة لنملأها علما ونورا وتقدما وحضارة. تخير منظومة القيم أرجوك، لأننا في لحظات حرجة في تاريخنا القومي، وشعراؤنا لابد أن يكونوا دعاة سلم وحضارة وتقدم. أشكرك كثيرا. أخي الكريم، العنوان في غيابة الصمت، لا شك أنه يذكر بغيابة الجب وقصة يوسف، وكأن الشاعر يومئ بأنه سوف ينطلق من البئر وصولا إلى الثريا. في القصيدة هذه في الواقع إشارات تصور علاقة الشاعر بشعره، فهو في الواقع كما يشير يذهب إلى القوافي البكر ويرضع البأس من ضروع الفيافي، فتعلو أنا الشاعر وتتضخم. والأبيات في الواقع كلها تحاول أن ترسم فكرة تفرد الشاعر، وتقفز فعلا مفردة الشهادة بوصفها طارئة في هذه القصيدة وليست في محلها. هذا كل هذه الملامح ما تجعل القصيدة في الواقع تتميز برتابة من نوع خاص، هذا لا يمنع من أن تكون فيها بعض الإضاءات الشعرية. يا يحيى، لقد أخذت الشعر بقوة، لكن سر إن استطعت أو إن استطعت في الهواء رويدا كما يقول أبو العلاء المعري. شكرا لك أخي الكريم. شكرا يحيى، وبالتوفيق إن شاء الله.